اهلا ومرحبا بكم من جديد ضلال الاصيل، نتواصل برفقتكم ونرحب بكل المشاهدين الذين انضموا للمشاهده الان وللمتابعه. انتشر مؤخرا هاشتاج على مواقع التواصل الاجتماعي الحق ولدك، وهاشتاج اخر سودان بلا ايس، ذلك قبل ان يطلق رئيس مجلس السياده الفريق عبد الفتاح البرهان مبادره قوميه تتبناها البلاد لمكافحه المخدرات، ذلك الخطر الجسيم الذي يهدد شباب السودان ويهدد الاسره السودانيه ويهدد مستقبل البلاد باكملها. للحديث أكثر حول هذا الموضوع أسعد جدا بأن أرحب بضيفي داخل الأستوديو سعادة البروفيسور فريق شرطة عوض أحمد الجمل، رئيس لجنة مراقبة المخدرات والمؤثرات العقلية بالمجلس القومي للأدوية وعضو لجنة مكافحة المخدرات. مرحب بك حبابك عشرة. ألف مرحب، تحياتي لك، شكرا على هذه الدعوة الكريمة، وتحياتي لجميع الإخوة المشاهدين والمتابعين لبرنامجكم إن شاء الله. مرحبا بك. نحن قدمنا الصفة العلمية على الصفة الشرطية بروفيسور حبابك عشرة، وخلينا نبدأ بتعريفكم للمخدرات. أعتقد لما أقول تعريفكم بيكون عندك تعريفين بحكم الانتماء إلى الشرطة وحكم الانتماء إلى الحقل العلمي، صفتك العلمية كبروفيسور. هو تعريف المخدرات، وطبعا يعني لولا الشرطة لما كانت الدرجة العلمية بتاعت البروفيسور دي، لأنه الشرطة هي التي يعني خلال مسيرة طويلة التي يعني كان لها دور كبير جدا في تنمية ويعني صقل ما درسناه في الفترة الجامعية في فترة الصيدلة في جامعة الخرطوم، لكن الشرطة هي التي اهتمت يعني خلافا لما يظن ناس كثيرين جدا، هي التي اهتمت بأن تؤهلنا منذ أن التحقنا بها يعني، وكانت دائما يعني بتقيف بصلابة شديدة جدا في أن نكون مواكبين لما هو موجود، وأن نزيد ويعني نكون زي ما بقولوا يعني قادرين على أنه نؤدي دورنا اللي هو جزء من الأهداف العليا والرسالة بتاعت الشرطة بطريقة صحيحة. يعني نرجع للتعريف. التعريف يعني زي ما انت قلت هو بيجي من الحتتين، الناحية الجنائية بتاعت المخدرات هي مواد موصوفة في القانون، قانون المخدرات والمؤثرات العقلية للعام 1994، وهي مواد محصورة في جدولين، جدول للمخدرات وجدول للمؤثرات العقلية. ويعني هذه الجداول موضوعة بناء على ما هو موجود في القوائم الدولية حسب ما هو يعني وارد في اتفاقيات الأمم المتحدة للعام 61، المعدل في العام 1972 اللي هي اسمها الاتفاقية الوحيدة، ودي حصرت المواد المخدرة ويعني وضعتها في قائمة تسمى القائمة الصفراء، أشهرها يمكن الأفيون والحشيش والكوكا والكوكايين والهيروين ومواد أخرى يعني، وهذه كانت السائدة في تلك الفترة يعني. ثم الاتفاقية الخاصة بالمؤثرات العقلية للعام 1971، ودي وضعت يعني تدابير لمراقبة وحركة المؤثرات العقلية ابتداء من الباربيتيوريتس والبنزودايازيبينز اللي فيها مشتقات الفاليوم ومشتقات الأمفيتامين، وأيضا المواد التي يعني تعرف باسم المسكنات والمهدئات وهكذا، يعني المواد التي يساء استخدامها كأدوية وعلاج لأمراض كثيرة جدا، ودي اسمها اتفاقية 1970، ودي موضوعة في قائمة اسمها القائمة الخضراء. فأيضا هناك ما يعرف بالسلايف الكيميائية أو السلايف عموما، التي هي مواد تصنع أو تساعد في تدخل في صناعات المؤثرات العقلية والمخدرات، ووضعت لها ضوابط حتى لا تكون يعني سهل الحصول عليها، وبالتالي بالذات الصناعة السرية تكون ممكنة، ودي يعني مراقبة وموضوعة في جدول اسمه القائمة الحمراء حسب الاتفاقية الدولية لمحاربة التجارة الغير مشروعة في المخدرات والمؤثرات العقلية للعام 1988. ويمكن القانون السوداني راعى أن يكون هناك يعني مواكبة لتجديد هذه القوائم،
منذ العام 94، وكذلك في الأمم المتحدة في الجهات اللي هي الهيئة الدولية للرغابة عن المخدرات بتقوم بعمل تحديث لهذه الجداول بصورة دورية، يعني كل عام في بداية العام. في معلومات كثيرة وربما شائعات وأحيانا خرافات حول موضوع المخدرات عموما والآيس تحديدا في الفترة الأخيرة، فعاليته وجوده، فالناس مرات بيقول لك ممكن الآيس ناس تكلموا عنه وفيديوهات طلعت عنه ممكن يكون موجود في الحلاوة بتاعت الأطفال دي المصاصة، أو ممكن يكون مثلا موجود في كيك، أو ممكن يكون موجود في أي شكل من أنواع الحلويات. مرات يقول لك ممكن مثلا بيخافوا إنه يعملوا لهم في عصير أو في كوباية قهوة وكده، هل ممكن يتواجد في الحاجات دي، أو ممكن مثلا المروجين يستهدفوا الحتات دي، ولا فعاليته ممكن تقل، أو برضو دارين معلومات أكثر حول وجوده في أشكال مختلفة، يعني ممكن يعملوا يا تشكل عشان المتعاطي يلقاه وشكل الترويج له. وطبعاً لو وصلت في الحكاية دي أنا يعني حكون مشيت بايست للشرطة، فلازم أكمل التعريف الصيدلاني. تمام. اللي هو إنه المخدرات والمؤثرات العقلية هي مواد عندها القابلية إنها تعبر بعض الحواجز الموجودة وتصل للمخ الإنسان، وهذا الوصول بيؤثر يعني على وظائف المخ على وجه التحديد والنشاط بتاعه، بتأثر سلبا وإيجابا وهكذا بطرق مختلفة جدا، وتقود إلى نوع من التعود عليها، ثم البدء في زيادة استخدام هذه المواد، وثم حدوث ما يعرف بالاعتماد عليها، اللي هو علامته الأولى والكبيرة جدا هي ظهور ما يعرف بأعراض الانسحاب من الشخص وقفه، فدي هي المواد. نحن نجي في محور كامل الأعراض الانسحابية. نعم، دي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية من الناحية العلمية، واتقسمت يعني بطريقة كده كبيرة كده لمسكنات للألم ومنشطات ومهلوسات ويعني مواد جنبية وهكذا، يعني من ناحية بتاعت ويعني تأثير فارماكولوجي أو دوائي، وهي يعني مواد يمكن بتتقسم برضو بطريقة كبيرة كده لمواد طبيعية وصناعية وشبه صناعية. طيب على أي حال نرجع نعم. نرجع لسؤالنا والمعلومات حول الآيس تحديدا، يعني نعم انا مستوعب مذكر جاي له لانه انت سالت انه هل يمكن ان توضع هذه الآيس بالذات تتكلم عنه. نعم. فالآيس هو واحده من المواد المراقبه بموجب اتفاقيه 71 دي اسمها الأمفيتامينات، والأمفيتامين ده هو الاب بتاعه، وبعدين في مشتقات منه، وهي ماده يعني يمكن تكون يعني ما كان في الناس بينتبهوا لها كثير، يعني ما عندها كان عندها استخدام طبي كده، ولكن لقوا انه في بعض الناس بالذات الرياضيين بيحبوا يستعملوه عشان يزيدوا نشاطهم ويكونوا في حاله يغيظه وكده، ويمكن الادمان عليه ما كان يعني وصل لمرحله تخلي انه الناس تقلق من الناحيه دي، لكن عموما الايس هو مشتق من مشتقات هذا الامفيتامين، واسمه العلمي ميثامفيتامين، والآيس ده من المواد التي تؤخذ طبعا في علم الدواء ده وفي الحاجات دي، في حاجة بسموها طرق دخول المادة إلى جسم الإنسان، وفي حاجة اسمها التركيبات أو الأشكال الصيدلانية للأدوية، ودي اللي عندهم علاقة ببعض، لا من تعمل الشكل المعين ده معنى كده تقاصد المادة تصل لجسم الإنسان بطريقة معينة، يعني إذا عملت المادة في شكل حبة معنى كده دائرة عن طريق الفم، أيوة. إذا عملتها في شكل معين يعني مثلا حقنة معناها تصلها بالوريد أو متميع، يمكن داير تزويبها تأخذها بالحقنة أو بطريقة إنها يسهل إنها تطلع كبخار، داير تستنشقها أو تدخنها أو كده. فالميثامفيتامين ده أو الآيس ده هو من المواد التي تؤخذ عن طريق الحقن أو الاستنشاق أو التدخين، دي طريقته يعني حجم واستنشاق وتدخين، فده دل يعني طريقة التحضير بيتعمل عشان يكون الطريق الدخول بالطريقة دي. فالمعلومة الأولى اللي الناس لازم يعرفوها إنه
مادة الميثامفيتامين إذا خلطتها بحلاوة ولا خطيتها في أكل ولا خطيتها في سكر وديتها لزول دمى آيس. الآيس هو الماء غير فعالة، ما آيس يعني بيبقى ميثامفيتامين ممكن يتاكل ويخش الجسم يمشي بالمعدة ويمتص ويعمل الأثر أغرب إلى المادة الأخرى اللي هي ميثامفيتامين لكن في شكل حبوب اللي هي دي بسموها اليابة وعندها أسماء تانية. أما الميثامفيتامين في الشكل اللي بيدخن به وكده اسمه الآيس. فيبقى ابتداء لو لقيت لك أي عنوان إنه الآيس يوضع في كذا ويوضع في كذا ده ما آيس. الآيس يبقى عنده ثلاثة طرق، إما عن طريق الحقن أو الاستنشاق أو الشم. فيبقى المعلومة من بدايتها خطأ، لكن خلينا نتعامل معاه يعني. طيب لأنه أنا برضو يعني جاء واحد قال لي إنه في زول منزل له حاجة قال بتقول إنه الواحد لو أخده يعني الآيس ده لو يتاخد عن طريق الفم ما بيعمل حاجة. دي معلومة خطأ طبعا. هي يعني الميثامفيتامين ده لو مشى المعدة وكده بيمتص وبيعمل إيش، لكن التأثير بتاعه أقل، ما بكون سريع زي ما لم يتاخد. حاجة طبعا بديهية يعني، الشيء اللي بيتاخد بالوريد تأثيره أسرع لأنه نحن ذاته عندنا لما نشوف الدواء التركيز بيبدأ من فوق ونازل تحت لحد ما يعمل زيرو. ده بالنسبة للمادة المحقونة، وبالنسبة للمادة الماشية بالمعدة وكده بيمشي من تحت لحد بيصل التركيز العالي وبعدين بيطلع، وفي كل الأحوال الرحلة بتاعته بتنتهي بأنه بيطلع يعني. جميل. ده بيقودنا لسؤال مهم وهو الإدمان برضو. في كثير من المعلومات الموجودة في مواقع التواصل الاجتماعي واللي تكلموا عنها مجموعة من الأشخاص عن إنه الإدمان الآيس تحديداً زي نتكلم عنه كنوع من المخدر الآن يعني مخيف بالنسبة لكل الأسر، إنه إدمانه ممكن يكون من جرعة واحدة أياً كانت الطريقة اللي واحدة من الحاجات برضو ما معروف جات من وين، لأنه أصلاً أنت يعني الرحلة بتاعت الإدمان دي هي تعاطي يتحول إلى تعود، يتحول إلى زيادة في الجرعة، يتحول إلى إدمان، يتحول إلى أشكال الإدمان اللي بتظهر في شكل المدمن. المدمن ده بتظهر عليه علامات جسدية بالمناسبة لأنه الآيس الإدمان بتاعه قوي جدا، والإدمان بيحصل سريع. لكن نحن يعني لا بد من إنه نتوخى الحذر في إنه نقول والله يا أخي من جرعة واحدة، لأنه المدمنين والمتعاطين لو شافوا لهم شخص أخذ له جرعة وما بقى مدمن هيقولوا المعلومات الجاد دي خطأ. فيبقى إيراد معلومات خطأ فيه وإشكالية من الناحية التوعوية يعني. الحاجة الثانية قبل لما سألت من إنه ممكن يوضع في حلاوة ولا في ممكن يوضع في أي حاجة يعني هو الإنسان يعني يخطه ويخلطه بتاع، لكن الغرض شنو؟ لابد منك تفكر فيه من الناحية بتاعت إنه هل دي طريقة بتاعت إخفاء أو طريقة بتاعت يعني إخفاء عشان يدخلوه التجار، ولا طريقة بتاعت يعني إخفاء من المراقبة عشان ما يتقبض بواسطة المكافحة وتدي للشخص وهو موجود في الحاجة دي، أو هو طريقة ل يعني عمل يعني جذب لشخص معين عشان يقع في دائرة الإدمان. ده كلها قاعد يعني معروف عالميا وكده إنه بتحصل الحاجات دي، لكن بيجي الخطأ من الكلام بتاع إنه بيوضح في الحاجات مطلقا ويمشي على الأطفال الأدمن، وهل ممكن يكون وضعوا لهم مثلا في حلاوة؟ منو؟ أطفال أدمنوا. أنا ما عندي فكرة عن أطفال أصبحوا مدمنين يعني. الناس بيتكلموا يعني الآن في مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي على الواتساب على فيسبوك إنه في حلويات بتاعة أطفال موجود فيها بودرة، إذا لقتك مقاطع زي دي. أنا شخصيا بفتكر إنه دائما الحوادث بتاعت المخدرات دي بيتم الإعلان عن الشيء الموجود حسب ما بتقوم به والشرطة من عمليات بتاعت قبض يعني على المتهمين أو على كذا أو على كذا. فأنا حكيت الأطفال دي ما شفتها يعني، هل الناس اللي عملوا المقاطع دي هل أبلغوا الشرطة يعني، وهل هناك بلاغات مفتوحة في فده المحك. أما إذا كان الشخص عمل له يعني فيديو مركب بطريقة ما ولا كده يعني، حس أنا شفت لي فيديو عن شاب سوداني في واحدة من المنافسات قدم أغنية ونالت إعجاب لجنة التحكيم بشكل يعني الناس بكت في مسابقة عالمية،
اتضح انها في النهايه كانت فوتوشوب لانه جابوا مركبة تركيب الاغنيه. فانا يعني ما داير اقول لك انه كل شيء اللي بيجي في الوسائل هو خطا، لكن بتحتاج انت يعني تراجع الدليل عشان تتحدث بايفيدنس بيزد، يعني ما تكون يعني الكلام، لانه مرات في مخاطر من الاعلام الخطا يعني. جميل. والقصة هو ذاته التوضيح للناس، أنا سألتها عشان أوضح للناس شكل الفيديوهات المنتشرة والتعامل معها من قبل العامة. خلينا برضو، واحدة من الحاجات المهمة هو العلاج بتاع الإدمان، هل في إمكانية بتاع العلاج ولا في صعوبة، ونسبة العلاج والتعافي من الإدمان ذاته كيف؟ والله يا أخي شوف، هو طبعا الإدمان نحن بنفتكر أنه أقوى أنواع الإدمان هو الإدمان على المواد الأفيونية لحاجة بتتعلق ببعض المواد الموجودة في جسم الإنسان، واللي هو بالذات الإدمان بتاع الهيروين. المواد المنشطة دي زي الأمفيتامين والميثامفيتامين وكده بتعمل إدمان شديد جدا، وبيبدأ بالتعلق يعني وبالاعتمادية النفسية في الأول، اللي هو بسموها اعتمادية نفسية واعتمادية جسدية. هو يعني الصعوبة بتجي من إنه يعني المرحلة اللي بدأ فيها الشخص العلاج، هل بدأ العلاج أول ما حس بأنه هو وقع في براسين الحاجة دي ومشى مركز علاج، ولا يتقدم في الشغلانة دي وأصبح يعني متساقط الأسنان وعنده ما يعرف بالفم بتاع الأمفيتامين وأصبح الهزال بتاعه وأصبحت يعني عنده إشكاليات نفسية وكده ناتجة من اللي يعني هي إلى أي مدى وصل الشخص في مرحلة الإدمان. لكن الشيء المهم إنه العلاج بالبروتوكولات العالمية وكده هو ممكن، لكن فيه حاجة مهمة جدا إنه رغبة الشخص الإنسان نفسه إذا داير يتعالج، ده جزء كبير جدا من أسباب النجاح. لكن لو الشخص مشى أهله ساقوه غصبا عنه ودخل وكده، يعني ممكن يحاول يتهرب من الحكاية دي بأي طريقة، يحاول إنه يعني يسرب له المخدر، يحاول ده الشخص الغير راغب. أما الشخص الراغب في العلاج فهو بيكون بيتعالج وبيوروه إنه أهو ده الطريق مفتوح، في أي لحظة داير يمشي ما في حاجة بتتم بالإكراه. نعم. يبقى يا بروف، العلاج بيعتمد على المرحلة اللي جا فيها المدمن للمصحة ورغبته هو في التعافي. بالضبط. جميل. ده بيقودنا للسؤال الجاي، وهو الأعراض الانسحابية وعودة المتعاطي للتعاطي من جديد أو المدمن للتعاطي من جديد. نعم، الأعراض الانسحابية طبعا هي مؤشر لدرجة الإدمان. كل ما كان الإدمان الإنسان وصل في درجة الاعتماد بتاعه لمرحلة متقدمة، كل ما كانت الأعراض الانسحابية شديدة الوضوح وبتتناسب طوالي طرديا مع درجة الإدمان. الانتكاس دائما هو نتيجة يمكن لعدم استمرار الشخص في الحتة بتاعت العلاج لفترة طويلة. يعني العلاج بتاع الإدمان بتاع الآيس ده بالذات داير مراكز، يعني لا بد من يكون في مراكز محددة عندها معايير دولية، يعني ما ينفع إنه أي جهة عالج يعني، وما ينفع إنه يعني العلاج ينقطع في النص، وما ينفع إنه الشخص يعني يتعالج بالإكراه ما لم يكون الحاجة دي لدواعي أمنية، يعني أصبح يشكل خطورة وكده. وبالتالي لا بد من إعادة التأهيل، يعني بعد ما تميت علاجه لا بد من التأكد من إنه هو وصل لمرحلة أصبح فيها يعني قادر إنه يعيش بدون، لأنه هي المرحلة بتاعت طلع من مرحلة الاعتمادية، طلع من مرحلة الاعتمادية لكن برضو يتمكن من إنه يستوعب وجوده وهو متعافي. اللي دي بتتم في عملية، معلش المقاطع هنا سؤال. نعم. ونحن نتكلم عن بعد التعافي والزول طلع من مرحلة الاعتمادية، أيهما أسهل وأسرع، الخروج من الاعتمادية النفسية ولا الاعتمادية الجسدية، باعتبار إنه المتعاطي أو المدمن أصبح خلاص جسديا ما محتاج للمادة، لكن نفسيا ما زال بيعتقد إنه المادة دي مهمة لاستكمال نشاطه اليومي، أيهما أسهل؟ هو طبعا المرحلة الأولى مؤلمة جسديا، وأما لكن الاعتماد النفسي ده فبرضه بيعتمد على إنه الشخص ده هو ذاته كان بيتناول الحاجة دي كيف، هل مع أشخاص معينين، هل براو؟ في بعض المدمنين بيتعاطوا الآيس مثلا كده، الواحد براو
يعني بدون وجود شلة معينة أو وده يمكن يكون يعني إذا الأخصائيين بتاعين العلاج يعني بوافقوني بيكون علاجه أو إعادة تأهيله أسهل، لأنه ده بيكون دائما إنسان يعني بيكون بعد ذلك بيقدر بسهولة يطور إمكانياته الذاتية. أما الشخص اللي عنده مجموعات هو أصبح يربطها بالحاجة دي، فبيبقى لازم إعادة التأهيل دي اللي هي بتخليه إنه يكون يعني قادر إنه حتى يواجه الإغراءات الجاية، يواجه الشلليات الممكن ترجعه للبراثن الإدمان. فهي كل حاجة بتعتمد على إنه يعني ما في حاجة مطلقة، ما في حاجة مطلقة، في 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 تناسب مع درجات الإدمان، كان بياخدها وين، كان بياخد كم من الحاجات وهكذا يعني. جميل. طيب ده بيقودنا لسؤال مهم آخر، وهو تأثير المخدر على المتعاطي، يعني بيخليه يحس بشنو أو يشعر بشنو بالضبط؟ هو طبعا دي كلها بيسموها المنشطات، يعني دي كلها مواد منشطة، والمادة المنشطة هي يعني أول ما بتدي الزول إحساس، بتديه إحساس بأنه يعني هو عنده ثقة في نفسه أكتر، وأنه قادر يركز في الحاجة اللي بيعمل فيها، وأنه هو يعني مرات كمان يحس بأنه هو متفوق على الآخرين، ودي كلها هي الأحاسيس اللي بتخلي الشخص يلجأ للجرعات الثانية وكده. ودي دي أحاسيس بتكون في فترة خلال رحلة الدواء جوا جسمه، يعني الدواء يبدأ يمتص ولا كده إذا كان جاي عن طريق الفم، أو بتصحر عليه طوالي في فترة وجيزة أقل من دقيقة إذا كان جاي بالطريقة بتاعت الآيس. ودي أحاسيس بتخليه أقرب للإحساس بتاع إنه إنسان يعني بالنرجسية وكده، لكن الرحلة دي بتنتهي لأنه المادة بيحصل لها استغلاب وخروج من الجسم، فبيبقى الجسم ما فيه. فدي هي المرحلة اللي بيرجع فيها لخمول لكده ويكون محتاج لجرعة تانية. هي مرحلة إنه محتاج لها بصورة مستمرة؟ ما بتعتمد على إنه إلى أي مدى هو قدر إنه يتغلب على المرحلة الأولى بتاعت إنه طلعت من جسمه، لكن إذا كان بدأ يعني يأخذها بطريقة دورية، يعني بعد ما انتهى الثاني بيأخذ جرعة يحس بنفس الأحاسيس دي، ويبدأ يحس بأنه هو لما تنتهي منه ما حاسي بسعادة، ما حاسي بأنه إنسان يعني مختلف، يقوم يصير على إنه الحكاية دي لازم يبدأ يأخذها طوالي عشان يكون طوالي في حالة كده. لكن دي واحدة جزء. الأحاسيس الثانية بتجي أحاسيس بالرغبة في عدم يعني احترام الحاجات الاجتماعية، يعني لا يأبه للآخرين، يعني باعتبار إنه شنو يعني، فبيبدأ يتصرف تصرفات قد تقود إلى مشاكل، خاصة تصرفات جنسية، تصرفات لا أخلاقية معتمدة على يعني إنه هو يعني لديه الحرية الكاملة، دي كلها آثار بتاع ده. بعد ذاك يعني طبعا يعني في كثير من الأحيان الشخص بيبدأ يحس بنوع من الذنب، إذا يعني تختلط عنده المشاعر بتاعته إنه هو تحت تأثير المخدر، ومشاعر ما هو مترسب عنده من تربية، من يعني رأي الآخرين، رأي الوالد، رأي الوالدة، الأخوان، شنو في المجتمع، يبدأ يرجع شوية لأنه يخلط الواقع بتاعه بالأثر اللي بتعمله هذه المادة، وده ممكن يقوده لمشاكل كثيرة جدا، في حالات طبعا بتاعت انتحار أو موت من جرعة زايدة. ونحن الجرعة الزايدة ذاتها عندها يعني تفسيرات، يعني ممكن تكون الجرعة الزايدة هي عبارة عن حاجة أخذه قصدا، وممكن تكون أصلا زايدة من يعني التركيبة بتاعتها أو الحاجة اللي اشترى دي، وممكن تكون يعني ناتجة من وجود مواد أخرى بتخلي تأثير الجرعة يكون أكبر يعني. طيب هل التعافي يا بروف من أثر المخدرات أو من المخدر ذاته، رحلة الإدمان دي بيختلف من مخدر لآخر، بمعنى أنه الشخص المدمن باستخدام مخدر معين رحلة التعافي بيكون أسرع من الشخص المدمن بمخدر آخر؟ مدمن يعني إذا كانت المادة الأخرى برضو هي تفاصيل شنو يعني، وكان بيأخذها كيف وكده، وهي شنو يعني دائما زي ما قلت لك الأفيونات رحلة التعافي بتاعتها أصعب، لأنها فيها يعني
علاقة بمواد موجودة في جسم الإنسان بتفرز، وبعد الإدمان بتجيف شديد جدا وكده. وعشان كده يعني الرحلة بتاعت سحب المواد دي من جسم الإنسان قد تأخذ فترة مختلفة يعني. لكن زي ما قلت لك في النهاية برضو أي شخص إنت المادة بيأخذها كيف نقية مع مادة تانية كده، هو ذاته عنده هل عنده حاجة مرض في الكبد في الكلى في كده، هل عنده أمراض في القلب، هل عنده مشاكل، حتى هل عنده من الناحية النفسية يعني أو الحالة الذهنية بتاعته، هل عنده مشاكل فيما يتعلق بالأمراض النفسية، عنده يعني قلق، عنده يعني ممكن يحصل له اكتئاب بسهولة، دي تختلف من الشخص الآخر يعني. فسواء كانت هي المادة دي أو دي، في النهاية هي بتعتمد على الفرد نفسه، الفوارق الفردية. نعم. جميل. بروف، برأيك ما هي أسباب زيادة انتشار طاعات المخدرات مؤخرا بحسب ما ورد في الإعلام وبحسب الضبطيات اللي أعلنت عنها شرطة منه برضو كل مرة، وبحسب التصريحات اللي صدرت مثلا 1500 حالة شهريا تارد إلى تجاني الماحي والمستشفيات النفسية، شنو السبب؟ هو الناس طبعا دائما بيتكلم عن الأسباب، بيرجعوا الأشياء لحاجات مسببات زي الحالة الاقتصادية، باعتبار أنه الحالة الاقتصادية والعطالة وصعوبة الحصول على مستلزمات الحياة العادية وصعوبة الحصول، هذه قد تقود بعض الناس يعني إلى ما أقول أنه يعني الإهمال الشديد، لكن عدم الالتفات بصورة يعني فاعلة جدا ليدورهم في الأسرة مع أبناء مع كذا مع كذا، ربما يكون لعدم وجود في أحيان كثيرة الوالدين مع الأبناء في حتة واحدة دور قد يكون. وطبعا الدور الكبير بيجي من يمكن من العلاقات بتاعة مع الأصدقاء، يعني الأصدقاء هم بيكون عندهم التأثير الأكبر لأنه بيكون عندهم الجانب النفسي في خلق الجو المحيط بالشخص. لكن عموما ليه انتشرت وليه يعني أصبح هناك يمكن وجود أكثر للمتعاطين والهناء، يمكن السبب في الحكاية دي بيكون من المروجين نفسهم، من الجهات المافيا المخدرات نفسها، لأنه طبعا في صراع ما بين يعني عرض المواد وجذب الناس ليه ويعني تحفيز ومساعدة الناس وبالذات الشباب في أنهم ما يدخلوا في الدائرة، فالبتغلب يعني على الثاني بيظهر في شكل انه زياده في التعاطي او انخفاض في التعاطي نحن سعدنا بك جدا سعاده الفريق شرطه البرفي صوره عوض احمد الجمل رئيس لجنه مراقبه المخدرات وللمجلس القومي للادويه وعضو اللجنه القوميه لمكافحه المخدرات، شكرا جزيلا، كنت ضيف عزيز علينا جدا في ظلال اصيل. شكرا لكم، شكرا لك وشكرا على يعني هذه الدعوة مرة أخرى، وشكراً لجميع المشاهدين الذين تابعونا. شكراً. دي كانت مساحتنا الأولى في ظلال الأصيل والتي تحدثنا فيها عن المخدرات وعن تأثيراتها وعرفناها كذلك من جانبين.